0-0 تبدو هزيج انتصار نادي النصر مزعجا نوعا ما، لانه الفريق منهزم بثلاث اهداف مقابل صفر. اوه بالراس الهدف جول، با 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 هدف رائع، هدف رائع عن طريق حبيب فردان بالراس، كان متقدما قاسم برهان، هدف مباغت، الهدف الاول لنادي النصر عند الدقيقه 11 من عمر الشوط الثاني عن طريق حبيب فردان يسجل هدف رائع. طبعا كان رد فعل واضح قوي من جانب عرب نادي النصر، ضم ارتقى فوق الجميع وحده امام قاسم برهان يسجل بالراس الهدف الاول لصالح من؟ لصالح عناصر نادي النصر، يبحث عن المسانده والمساعده من المدافع خالد ابراهيم، عرضيه والهدف لا، هدف ثاني، هدف ثاني من كريره وانقلبت الموازين في وقت كنت اتحدث عن القطريين وما يفعلونه في بدايه هذا الشوط الثاني. عناصر نادي الغرافه التي تساهلت تماما ودخلت وكانها تتفرج ولا تلعب، او الخطا الفادح من عناصر نادي الغرافه انهوا المباراه قبل الاوان، انقلبت الموازين فريق النصر وكانها قضيه نيف وشرف في هذه المباراه.